الفرق اللي في اسفل الترتيب لم تستفيد. هنا الهدف الاول رفيق الميموني، وهنا الهدف الثاني نجاوب بهذه الطريقه احمد شاغو او مصطفى فليسات، ثم بعد ذلك شاغو كيتمكن من تسجيل الهدف طبعا الثاني على الصوره، ثم الهدف اللي جاء عن طريق نبيل كولاس دخول داخل منطقه ان عمليه وضع الكره في الشباك، ثم بعد ذلك ياتي هدف الانتصار في اخر انفاس هذه المقابله، هدف عن طريق جون لونغولا. مشاهدينا الكرام، شكرا على حسن المتابعه، طبعا تحيه محمد الهدف.